عشان الكويت خلك في البيت، التزم بالتعليمات فترة وتعدي إن شاء الله، واستثمر وقتك مع العائلة صح، وارفع معنوياتهم دائما. جرب تسوي رياضة جماعية بالبيت، أو شجعهم على الغراءة، العب وياهم بلياردو، أو سوي لك جو بيبي فوت مثلا، أو سوي تحدي اير هوكي أو دارت أو تنس طاولة مثلا. عشان الكويت خلك بالبيت، فريق احترافي متخصص، نهتم بالنظافة والتعقيم علشان سلامتكم. عشان الكويت خلك في البيت.